اللي كنحسوا اننا مورا هذا العام اننا تقدمنا بقيمه اضافيه ان شاء الله اللي تحفزنا ان شاء الله باش اننا نزيدوا قدام ونعطيو اللي عندنا ان شاء الله في المستقبل. ودوري انا كنشكر المدرب حسن بن عريشه لانه تيتع اللاعبين وكيعطيهم الفرصه. ف كنشكر مره اخرى المكتب المصري للمغرب الوداد البيضاوي وكنقول لهم نيابه على اللاعبين اننا ان شاء الله غادي نقدموا كل ما عندنا ان شاء الله ونحققوا نتائج طيبه ان شاء الله في المستقبل ونعطيو كل ما عندنا ان شاء الله لفريق خاصه الفريق الوداد البيضاوي.